تعالوا بقى نروح لأنشطة إدارة المكتبات في النادي الأهلي اللي نظمت المعرض السنوي للرسم وكمان المشاركة المشغولات اليدوية، وافتتحه الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي. الحقيقة كالعادة أنا دايما بحب يعني أشيد بمجهودات كل القائمين على كافة اللجان المختلفة بالنادي الأهلي اللي الحقيقة مش سايبين لا كبيرة ولا صغيرة، تهم كل الأعضاء ابتداء من الأطفال انتهاء بكبار السن، غير لما بيغطوها من خلال ندوة ما، فعالية ما، مؤتمر ما، يوم احتفالي ما. الحقيقة مجهودات كبيرة جدا. تعالوا نتابع من خلال التقرير ده ايه التفاصيل اللي حصلت. احنا دايما في نهايه كل سيزون في الصيف بنعمل كل سنه فعاليات انتهاء الموسم الصيفي، دي بتبقى عباره عن معرض ارت، حفله ميوزك، كورال والات تانيه، وحاجات كتير بقى. يعني كل الانشطه اللي احنا بنقدمها بنبدا نعمل فعاليات ليها ونعرضها ونبين الولاد اتعلموا ايه وايه المنتج اللي طلع منهم. فالنهارده عندنا المعرض السنوي لنشاط الرسم والاشغال اليدويه واعمال الجلد والاكسسوار وحاجات كتيره جدا زي ما انتم شفتوا كده، كل دي من نتاج اعمال اولادنا وبناتنا، بنات النادي الاهلي واولاد النادي الاهلي، عن طريق اساتذه متخصصين بيتم تعيينهم في النادي على قوه النادي الاهلي لتعليم وتدريب اولادهم علشان يطلعوا اللي انتم شفتوه النهارده. حاجة كده بننافس بيها كلية تربية فنية وفنون جميلة. يعني المعرض اللي احنا بنعمله بيجي لنا أساتذة كبار من كلية تربية فنية ومن فنون جميلة بيقيموا المعرض، والنهاردة أشادوا بيه جدا وقالوا إن احنا لو بعنا المنتجات دي يعني هتجيب أرقام كبيرة جدا، لأن الفنانين اللي عاملينها سنهم صغير، فدي حاجة مش بتبقى موجودة كتير يعني، فحاجة نادرة الحمد لله. اليوم يعني كان شاق جدا، تمام، والتحضيرات للمعرض كان الموضوع صعب جدا وشاق جدا، بس الموضوع بيبقى ممتع لما بنشوف انتاج الطلبه معانا، الناس لما بتتطور، لما بنيجي نعمل فينش للشغل كله ونشوف ايه الانتاج وطبيعه الماتيريال وعلى كل لوحه ازاي بيكون شكلها حلو، فكل ده بيفرق معانا جدا نفسيا ومعنويا يعني. ولما بنبتدي ان احنا بقى نعلق الشغل ونبدا نشوفه وكده بنحس بابهار مش طبيعي، ونحس قد ايه الانتاج كان شاق جدا وقد ايه وصلنا لنتيجه قويه جدا، فبيبقى فضل ربنا ثم الطلبه الناس اللي معانا، والحمد لله مجهودنا معاهم بيبقى حاجه جميله وبنبقى مستمتعين بيها وحابين دايما ان احنا نقعد نطور فيهم للاحسن يعني. في اشكال متنوعه قوي وفي فنون مختلفه، يعني في جلد وفي اشغال فنيه مختلفه، في تصوير وفي ديكوباج وفي طباعه وفي معروضات متنوعه، مجالات مختلفه وشخصيات الولاد طالعه فيها، ودي اجمل حاجه. الرياضه والفن الاثنين من احسن الحاجات اللي بتخلي الطفل او الشاب سوي. الاطفال ما شاء الله عندهم تجاوب حلو قوي، هما بيجوا المفروض يتعلموا معانا الارت او اشغال فنيه على حسب الرغبه. احنا اكاديمي بس بنحب ان احنا نتعدى حته اللي هي يكون في ارت بلوك لاي طفل، فبنخليه هو عايز ايه وبنشتغل معاه بقى، او بنعمل تيست صغير وبنبتدي بقى من اول التيست دوت ليه بس، فالموضوع بيبقى لطيف بقى وبيستمروا معانا لحد ما شاء الله ما يطلع الناتج الجميل ده. المكان في تطور، الاولاد بيبقوا مبسوطين، هو بتبقى احتفاليه وتكريم زي ما حضراتكم حضرتوا معانا اليوم كده. بناء على شغل الولاد احنا ده تقريبا كمان اول معرض بعد الكورونا، فعدد المشتركين واعداد الاعمال ففرقت جدا طبعا معاهم، الحمد لله رب العالمين بتوفيق ربنا. كانوا كلهم حريصين جدا ان هم يشتركوا، اولياء الامور اكثر حرصا ان هم يشجعوا اولادهم عشان يستمروا معانا، ده كله طبعا بيفرق في الاخر نفسيا مع الولاد، اهم حاجه ان هم في الاخر وفي الاول بيبقوا مبسوطين ومستفيدين.
هي دايما يعني حلوة ومفيدة الفعاليات دي والأنشطة دي اللي دايما بنشوفها من خلال اللجان المختلفة في النادي الأهلي.